سوريا أعلنت موقفها علنا ورفضت هذه الفكرة جملة وتفصيلا، ولن نوافق على إدخال قوات حفظ سلام دولية. أنا لا أعرف أنهم إذا تخلوا أو لم يتخلوا، أنا اللي أعرفه بأنهم طلبوا دخول قوات حفظ سلام عربية أممية ولم توافق سوريا على ذلك. هم يحاولون إيجاد حلول أخرى لجر التدخل الدولي في سوريا، هذا هو الهدف الأساسي له. الدستور الجديد تم إنجازه من قبل لجنة متخصصة في صياغة هذا الدستور، وهو دستور معاصر ويلبي طموحات كل أفراد الشعب، وسوف يطرح على الاستفتاء خلال أيام قريبة، فهو قد تم استلامه من قبل السيد الرئيس، وخلال أيام سوف يتم عرضه على الاستفتاء على كافة الشعب. أنا أتوقع من الممكن جدا أن تجري هذه العملية، لأن أغلبية الشعب بكل فئاته، وتشاهدهم يوميا على التلفزيون في مسيرات التأييد والدعم للسيد الرئيس، يظهرون على شاشة التلفزيون. أما في البؤر الساخنة التي تعرفونها في حمص أو في إدلب، قد يكون هناك بعض الصعوبة لوجود مجموعات وبؤر إرهابية مسلحة تعتدي على المواطنين والأبرياء هناك. أما في بقية المحافظات فالأمور سليمة، ومن الممكن بكل بساطة أن تتم عملية الاستفتاء على الدستور. ستكون الانتخابات البرلمانية بعد ما تم إصدار قانون التعددية الحزبية، وتم انضمام مجموعة من الأحزاب إلى المكونات السياسية في المجتمع السوري، سوف تتم الانتخابات البرلمانية قريبا جدا. هل من المتوقع؟ لا أتوقع ذلك إطلاقا. مر على رأسي كثير من الحروب، لم أشاهد مثل هذه الحرب الإعلامية بمواعيد محددة. Есть ли у вас конкретные данные, какие именно страны поставляют оружие Сирии? Спасибо. Сирия и порядка и мирового порядка. Валканун и Даули. И мирового будем противостоять ей и будем ее преследовать. Там кани от Сурия Жегида. Наши возможности. Был очевидцем многих войн. То, что сейчас происходит, никогда не было.